مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ
المكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله سمع الله لمن حمده كثيرا طيب بالله ما بين الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My brothers can just take a seat for just one second. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم صلاة والسلام على نبينا محمد. Brothers, alhamdulillah, today what we witnessed is a tradition of the Prophet صلى الله عليه وسلم that he used to do. Something that he used to do. Before Allah subhanahu wa ta'ala made the five daily prayers obligatory, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was commanded to pray night prayers, to remember Allah subhanahu wa ta'ala and to pray a night prayers. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, even after salah was made obligatory, he always used to pray the salata Al-Qiyam. They used to pray the night prayers. So I'd like to share with you guys just two, and I believe these two reminders, if you take with you, I believe Allah, you will be successful tonight and even the nights that come, inshallah. The Prophet Allah subhanahu wa ta'ala, in the middle of the night, many of you know, Allah subhanahu wa ta'ala, he comes down to the lowest heaven. He comes down to the lowest heaven, my brothers. And he says, who are my slaves are asking me? Who are my slaves are requesting? Because we know we request and we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he gives and he rewards them. And he gives them whatever they ask for, whatever they request for. Majority of the people, when Allah subhanahu wa ta'ala is listening to them, they're sleeping. Majority of the people, the time that they're supposed to benefit from, the time that they're supposed to know that Allah subhanahu wa ta'ala is accepting their dua, they don't benefit from it. So Allah subhanahu wa ta'ala gave you a chance today. So benefit from the chance that you have tonight. If it was something that you never used to do before, of praying night prayers, start now. Start praying. Even if it's two rak'ah at night, remembering Allah subhanahu wa ta'ala.
Second thing, my brothers, the last one, I'd like to finish off just a quite quick rest before we start the other salawat. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, as I mentioned, he used to pray night prayers. And it's not just night prayers, he used to pray really long night prayers. Some of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, some of the narration they narrated to us was that they joined the salah, the Prophet sallallahu alayhi wasallam read Baqara, and after he completed it, Surah An-Nisa, Al-Imran, the Prophet sallallahu alayhi wasallam carried on. He used to pray long night prayers. So one night, Aisha radiallahu anha, she said to him, O Prophet of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala already forgive your past sins and your future sins to come. Allah subhanahu wa ta'ala already made it clean. You have nothing on your record. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the majority of you might know, he answered and he said, أَفَلَا أُحِبَّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. Should I not be a grateful slave? He is Allah subhanahu wa ta'ala that gave me this blessing. Should I not be a grateful slave? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, why Aisha asked this was, he will stand so long at night, his skin will crack. His skin, you can see it, that he, because of standing so long every single night, his feet, the skin on his feet started cracking up. And then the Aisha radiallahu anha, she said, O Prophet of Allah, why are you disturbing yourself? Why are you doing this to yourself? And he just answered and he said, should I not be a grateful servant? Allah subhanahu wa ta'ala gave you many things, my brothers. Tonight, the date that we're in today, we call it Saturday night. Majority of you know what's happening outside. Majority of you. So the first blessing Allah subhanahu wa ta'ala gave you tonight, which is Islam. So you have to be grateful. You have to be what? Grateful, my brothers. And Allah subhanahu wa ta'ala, if you're grateful, whatever blessings that He gives you, He will increase it for you. So alhamdulillah alladhi ja'alana al-Islam deenana. Alhamdulillah. Wallahi, my brothers, is a ni'mah, is a blessing. Just having the understanding, just knowing that you're a Muslim, having the aql. Some people, sometimes when you think about what they're worshipping, the way it does not make sense is, subhanAllah, is a ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala that gave us the understanding. And also, is a ni'mah that Allah subhanahu wa ta'ala gave us a parents who are Muslim. Some of the Revert brothers, wallahi, there's a story that maybe you heard before. So the Revert brothers, they struggle a lot. So they struggle, wallahi, subhanAllah, my brothers, they're in a household, and he's the only Muslim person. All of you have a father and a mother that wakes up for Salah, reminds you of Salah, reminds you of fasting, reminds you when Ramadan is starting. There's a friend of mine, a brother of mine, we went Umrah together. And this story, wallah, I always remember, my brothers. We were heading to Mecca, we were in the coach. So normally we go Umrah on December times, that's when everyone's off. So whilst we're in the coach, it was on the 25th day of Ramadan, 25th day of December, which is on the Christmas day. So everyone's shouting in the bus, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik Hala Sharika Laka Labbaik. Everyone is just, subhanAllah, wants to perform Umrah. We're on our way to Mecca. So he gets a text message from his mother saying to him, hi, or hello, or good morning, Merry Christmas. She said to him what? Merry Christmas. I hope you're having a good Christmas or Merry Christmas. The guy started crying. The brother, he's saying from his mouth, Tawheed, he's saying, La ilaha illallah. He said, oh Allah, I'm answering your call. Labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, you invited me, I'm answering your call. And he's getting a text message for his mother telling him Merry Christmas. That brother, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide his parents. Say ameen. So my brothers, tonight is a special night. Sheikh Yahya, he mentioned in our lecture today, that before the month of Ramadan comes in, you need to ask forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala. So tonight, when you're praying, in your sujood, in your ruku', when you're standing so long, don't think about businesses, what's going on, what am I going to do today or tomorrow, I'm really tired, am I going to sleep? Think about the sins that you did. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you. All of us got many sins, but tonight we benefit from the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala gave us, which is teachers that are reciting for us, students of knowledge that came and to benefit us, brothers that are here to help us.
So it's a night, is you with your own self and your desires, and asking Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you. On your sujood, make as much as du'a as you want. Also, some people don't even know this. This is, if you don't even know enough Arabic to make du'a, you can even make it in English. So my brothers, really, really, the Shaykh, he was trying to make you understand the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as well. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in the night prayers, he will make the ruku' and the sujood long. So the people, when they're most closer to Allah subhanahu wa ta'ala, they remember him. So be thankful. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you beneficial knowledge. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all of us Jannatul Firdaus al-A'la. Say ameen. And lastly, ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us month of Ramadan, inshallah. Sorry brothers for making it long. Now we start the salah. Jazakum Allah khair. I hope that's a short break. Barakallahu feekum. Salam Allah ala nabiyina Muhammad. Hey Shaykh, who's next? Zayd. Zayd. Abdurrahman Zayd. Tafadda. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الخبير وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Where's that brother from Abdul Rashid was telling me? Abdul Rashid, where are you? Where's the brother that you're telling me? Let's get him out. Abdul Rashid, can you see the brother? Where's the brother? Okay. So the brother I spoke to earlier on, inshallah, come forward, inshallah. Lead us to rak'ah. I can't remember who it was. MashaAllah, tafaddal, you found him. He's trying to hide himself. Tafaddal, fali tafaddal. قوموا للصلاة يرحمكم الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل
والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Inshallah, we'll end it with one witr, inshallah. We're not going to make it long, inshallah, bi'idhni ta'ala, and then you can get rest. And then Salatul Fajr is going to be 5:30. So we'll have enough time, bi'idhni ta'ala. So inshallah, we'll pray a short witr, and inshallah, we'll end it with that. One raka'ah, inshallah ta'ala. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نور السماوات الله نور السماوات الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نثني اللهم إننا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Brothers, just needed to let y'all know, inshallah, after Fajr, inshallah, we'll just be eating breakfast, and then yani, it'll be after breakfast, you can decide to head home, inshallah, or you can stay around and take a quick nap. So after Fajr, inshallah, we'll have breakfast, just to let y'all know. Same place downstairs,